الرئاسي يصدر تعليماته لحرس المنشآت النفطية بممارسة مهامه، والمكونات الاجتماعية تطالب بجعل الهلال النفطي منطقة منزوعة السلاح. أعضاء مجلس النواب الداعمون للاتفاق السياسي يهددون بتشكيل مجلس نواب جديد ودراسة إمكانية انتخاب رئيس للبرلمان خلف العقيل صالح. في يوم المرأة العالمي، دعوات لإشراك النساء في وقف الصراعات وتحقيق السلام في ليبيا والوطنية لحقوق الإنسان تحيي نضال النساء الليبيات. نشرة التاسعة من ليبيا بانوراما، أهلا بكم. قام فريق انتشال الجثث بالهلال الأحمر إجدابية بتسليم 10 جثامين وجدت بمنطقة بشر إلى مستشفى محمد المقريف. وأوضحت الجمعية العامة للهلال الأحمر أن 9 تم التعرف عليهم من قبل ذويهم، موضحة أن عملية استلام الجثامين تمت عن طريق المجلس البلدي خليج السدرة بعد الاتفاق مع طرفي الاشتباكات بالمنطقة على وقف إطلاق النار وتوفير ممر آمن. أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إصدار التعليمات لآمر جهاز حرس المنشآت النفطية إدريس بوخمادة بممارسة الجهاز مهامه وتسلم المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي والعمل على تأمينها. التقرير يحمل مزيد من التفاصيل. كما أخذتهما قوات حفتر فجأة، وفي وقت قصير استعادتهما قوات سرايا الدفاع عن بنغازي بالطريقة نفسها. الحديث هنا عن أكبر ميناءين لتصدير النفط في منطقة الهلال النفطي شمال ليبيا. فبعد أن تمكنت سرايا الدفاع من السيطرة التامة عليهما، أصدر المجلس الرئاسي تعليماته لآمر جهاز حرس المنشآت النفطية إدريس بوخمادة بتسليم المنشآت النفطية من قبل قوات السرايا والعمل على تأمينها، مطالبا بوقف إطلاق النار فورا. سرايا الدفاع عن بنغازي ومن طرابلس أعلنت رسميا استكمال إجراءات تسليم مينائي السدرة ورأس لنوف إلى جهاز حرس المنشآت النفطية لتأمينهما، مؤكدا أن سرايا مستمرة في نشر السلام والأمان لأهالي مدينة بنغازي خاصة والمنطقة الشرقية عامة. عمليات المؤسسة الوطنية للنفط. أما من رأس لنوف، أعلن إدريس بوخمادة آمر جهاز حرس المنشآت النفطية واستجابة لتفويض الرئاسي رسميا خلال مؤتمر صحفي تسلم الموانئ النفطية من السرايا والبدء في تأمين المنشآت التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والمتمثلة في الحقول والموانئ، بتفويض من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. يسرني أن أعلم باسم وباسم جهاز المنشآت النفطية عن استلام مهامنا، وهي تأمين المنشآت النفطية المتمثلة في الحقول والمواني والمصانع التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط. كل هذا يأتي بالتزامن مع ترحيب السفارة الإيطالية في ليبيا بتسلم حرس المنشآت التابع لحكومة الوفاق الوطني الموانئ النفطية، ودعوات الدول الكبرى بتسليم الموانئ النفطية لجهة شرعية، في إشارة إلى المجلس الرئاسي وفقا للاتفاق السياسي، ما يجعل سائلا يتساءل عن مصير العملية السياسية. هل ستتغير مرة أخرى لمصلحة حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، خاصة أن السيطرة حفتر على تلك المناطق في سبتمبر الماضي قد عرقلت تطبيق الاتفاق السياسي. هذا شيء جميل، سعداء كلنا. قال رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية إدريس بوخمادة في مداخلة سابقة في قناة ليبيا بانوراما، قال إن الوضع الأمني في الموانئ النفطية ممتاز على الأرض، مستغربا استمرار القصف الجوي للطيران التابع لحفتر رغم انسحاب قوات سرايا الدفاع إلى خارج منطقة رأس لنوف. الأوضاع الأمنية على الأرض ممتازة، لكن القصف الطيران لحد هذه الساعة أنا كنت غادي وتمت في رماية علينا. والله نحن الناس اللي كانوا مصدر قلق مثلا، والله حاجة
يشعروا بهم هم لما يهاجموا فيهم، هذول خارج المنطقه راح خارج منطقه رسمنا، والمقاتلين اللي ضرب في الاشتباك هذول خارج ساحه المناره، سواء السدر ولا السنوف، يعني اللي موجودين الان في البوابات والحراسه هذين هذول الناس تبع جهاز حرس المنشات النفطيه. كما طالب أمير جهاز حرس المنشآت النفطية إدريس بوخمادة المجتمع الدولي بدعم يفوق الترحيب بخطوة استلام الموانئ النفطية من قبل قوات تابعة لشرعية المجلس الرئاسي. وأكد بوخمادة أن المكونات الاجتماعية بمنطقة الهلال النفطي تطالب بجعلها منطقة منزوعة السلاح نظرا لأهميتها. نحن راح أكيد ترحيبها، ولازال نطلب منهم الكثير، يعني لازال نطلب منهم كثير، كلنا حتى المواطنين اللي اجتمعنا بهم في المنطقه، المكونات الاجتماعيه الموجوده في المنطقه سلفوني حتى توصيل رساله للحكومه الحكومه الرئاسي بان يطالبوهم بوضع المنطقه هذه منطقه مزروعه سلاح نظرا لحساسيه خطورتها. استلام جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق الوطني الموانئ النفطية سجل ردود فعل محلية ودولية بين مرحب ومستغرب. نتابع. أعلن باسم وباسم جهاز المنشآت النفطية عن استلام مهامنا. الهلال النفطي الليبي عاد إلى حضن مؤسسة دولة شرعية بعد إغلاقه لثلاث سنوات واحتلاله من قبل المرتزقة لقرابة العام بحسب تصريح سابق لوزير دفاع حكومة الوفاق. هم آلاف من المرتزقة. آمر جهاز حرس المنشآت النفطية العميد إدريس بوخمادة أعلن عن استلام الحرس رسمياً للموانئ النفطية من قوات سرايا الدفاع وبتفويض من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. الاستلام لاقى ردود فعل متباينة، فالسفارة الإيطالية رحبت بالاستلام وسجلته نقطة في الاتجاه الصحيح في رصيد الاتفاق السياسي الإطار الوحيد لحل الأزمة الليبية، كما دعت لوقف الاقتتال. خضوع مؤسسات الدولة لسيطرة الجسم الشرعي المنبثق عن الاتفاق السياسي وأنه الحل للأزمة الليبية كانت رؤية الجمهورية المصرية على لسان خارجيتها. إن مصر تؤمن بأن الحل السياسي المبني على الاتفاق السياسي الليبي هو الطريق والوحيد للخروج من الأزمة الليبية. وفي صورة مغايرة، سفير ليبيا السابق بدولة الإمارات عارف النايض استغرب دعم المجتمع الدولي لحكومة الوفاق واتهمه بغض الطرف عن القاعدة والإرهابيين وأن حكومة السراج تدعم هؤلاء الإرهابيين لأنها استلمت منهم هذه المنشآت وهي سابقة لم يعهدها العالم عن أي تنظيم إرهابي أن سلم في مواقعه. والمؤلم أنه تم برعاية وزير الدفاع البرغتي وهو وزير دفاع حكومة الوفاق الوطني التابع للمجلس الرئاسي المعترف به من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة. وتناسى النايض مقارعة وزارة دفاع الرئاسي تنظيم الدولة الإرهابي ولكمه بالضربة القاضية في حربها المعلنة على الإرهاب. أحداث الهلال النفطي الأخيرة كشفت عن تخلي الدعم الإقليمي لخليفة حفتر، فهل نجح الاتفاق في إبعاده من المشهد وبجرة قلم؟ اعتبر عضو مجلس النواب محمد الحنيش تعليق المجلس مشاركته في الحوار السياسي نوعا من الضغط على الأطراف السياسية التي قبلت بما حدث في الهلال النفطي. وأوضح الحنيش أن الاشتباكات الأخيرة لن تسهم في حل الأزمة وأنها ستزيد الوضع تعقيدا، خاصة أن البرلمان كان بصدد تشكيل لجنة الحوار الخاصة به. وأعرب الحنيش عن استياء النواب كافة من سير عمل المجلس الرئاسي وردود فعله الضعيفة حول ما حدث بالهلال النفطي بحسب قوله.
من جانبه صرح عضو مجلس النواب عن مدينة مصرات محمد الرعيض لليبيا بانوراما الأربعاء بعقد الأعضاء الداعمين للاتفاق السياسي اجتماعا بالعاصمة طرابلس، وذلك بشأن التشاور في قرار مجلس النواب الذي ينص على إلغاء اعتماد من بثق عن الاتفاق السياسي. وأضاف الرعيض أن جلسة النواب التي صوت فيها المجتمعون غير قانونية، وأن المجلس ولد من الاتفاق السياسي، مشيرا إلى أن الأحد القادم موعد لدراسة إمكانية انتخاب رئيس جديد للبرلمان خلف العقيل صالح. كشف المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن عقيل صالح طالب المفوضية العليا للانتخابات بالتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية فبراير القادم. وأوضح المريمي أن الطلب الذي وجهه صالح في خطاب رسمي للمفوضية جاء بناء على اجتماعات مشتركة بين الطرفين طيلة الفترة السابقة. أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معتيق دعمه للمرأة للحصول على كامل حقوقها، وذلك خلال كلمة ألقاها في الاحتفالية التي أقيمت الأربعاء بتنظيم من بلدية طرابلس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام. هذا وقد أكد على أن المرأة الليبية استطاعت أن تنال كامل حقوقها بنيلها مراتب عليا في مختلف التخصصات وتمثيلها ليبيا في المحافل الدولية. الذين شرفونا نرحب بأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى، سعادة السفراء، حضرات الوكلاء، أهل. افتتح الأربعاء بمعرض طرابلس الدولي معرض المرأة المبدعة الذي تنظمه وتشرف عليه بلدية طرابلس المركز، وبحضور وزير الدولة لشؤون المرأة أسماء لسطى، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من كل عام. المزيد في سياق هذا التقرير. هي نصف المجتمع وهي من تربي النصف الآخر. المرأة التي تحتفل بيومها العالمي والذي يصادف 8 مارس من كل عام لما تمثله من ركيزة أساسية في المجتمع على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، وتكريما لدورها في النهوض بالمجتمع وتقدمه، أحيت المرأة يومها باحتفالية أقيمت على أرض معرض طرابلس الدولي، حضره عدد من أعضاء مجلسي الدولة والنواب وعدد من سفراء الدول وعمداء بلديات طرابلس الكبرى. وفاء لعطائها كان شعار المجلس البلدي طرابلس المركز في رعاية المعرض الأول للمرأة المبدعة في إبراز مواهب وابتكارات السيدة الليبية في مختلف المجالات والصناعات التقليدية للتعريف بأعمالها. الحمد لله، يعني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يعني كانت فكرة جيدة فعلا ان احنا نحاول نفسح المجال للمرأة العاملة، المرأة المبدعة، ان هي تعرض ابتكاراتها وابداعاتها بهذه الطريقة، وفتحنا لهم مجال مع الجهات ذات الاختصاص ان تدعمهم وتمولهم. اعتقد هي هذه نقطة البداية، واتوقع ان حيكون فيه ردة فعل جيدة من الجهات المختصة، حيكون فيه مسؤولين من وزارة الصناعة، من مصرف التنمية حتى من دعوتهم. هذا المعرض الذي سيستمر حتى 10 من الشهر الجاري كان فرصة للمرأة الليبية لإظهار الجانب الإبداعي خلف واجباتها اليومية. كان دورها يعني بجنب الرجل يعني مهم جدا، فاحنا بصفتنا طبعا أنا من منطقة جنزور، يعني برزت من بعد الأحداث أني يعني درت جمعية خيرية ومنتدى للمرأة والطفل، وبعدين تو أنا مشاركة ومنتمية لهذه منظمة سيدات الأعمال باش نبرزوا منتوجاتنا حتى لما بالوسط العرض، حتى يعني نحافظوا على تراثنا الحضاري. دعما لاقتصاد الدولة والمشاريع الصغرى، تعمل الجهات المعنية على فتح آفاق جديدة أمام النساء لترفع شعارات نعم لإشراكهن.
وحول هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو مشاهدينا عضو المجلس البلدي طرابلس المركز ورئيس لجنة تمكين المرأة سيدة إنعام التركي. سيدة إنعام، مرحبا بك. أهلا بك. في البداية، ما الدافع من إقامة هذا المعرض؟ المعرض قامت به بلدية طرابلس المركز لعدة أسباب ولعدة أهداف، من أهمها تمكين الكوادر النسائية والمساهمة في الاقتصاد الوطني وخلق روح التنافس بين المشاركات النسائية في المنتجات المختلفة في المعرض، إقحام المرأة في سوق العمل، التسويق والدعاية لهذه المنتجات. فهؤلاء النسوة هم لآلئ مكنونة في البيوت، لا يستطيعون إبداعاتهم أن يروها بقية المتسوقين. لذلك عملت بلدية طرابلس المركز على الدعاية والتسويق لمنتجاتهم، وهي من الأعمال المنوطة ببلدية طرابلس المركز ضمن قانون الإدارة المحلية الاهتمام بالمشروعات الصغرى والتشجيع للقطاع الخاص. طيب، يعني اسم هذا المعرض كان يعني المرأة المبدعة. نعم. الشريحة أو شريحة النساء التي استهدفها المعرض، أفهم من كلام حضرتك السابق أنهم يعني متعلق بالمرأة التي تنتج بصنف معين من النساء. ماذا عن البقية؟ ماذا عن باقي النساء في ليبيا؟ بداية بلدية طرابلس المركز قامت ب نشر في الصفحة الرئيسية لها، لفتح باب الاشتراك لكل نساء ليبيا من جميع المناطق. أخذنا العدد المعين من كل المدن الجنوبية والشرقية والمنطقة الغربية، ولكن النتيجة للميزانية المتواضعة للبلدية فلم تستطع احتضان كل المشاركات النسائية، فكان العدد وفق الميزانية المحددة وتم اندماجهم، لكن المفتوح للجميع. فهناك بإذن الله معارض دورية في المستقبل، ولكن عند توفير الدعم اللازم لذلك فالباب المفتوح لكل المشاركات النسائية من كل ربوع ليبيا. طيب، أنت منظمة هذا المعرض، كيف وجدت المشاركة والإقبال؟ تبارك الرحمن، هناك تعطش كبير من النساء الليبيات لمن يريد أن يحتضنهم ويقوم بالترويج لمنتوجاتهم. هناك الكثير من الإبداعات في المجالات المختلفة، منها الفنون التشكيلية وفنون التصوير، فنون الحياكة والتطريز، فنون الطبخ، عدة مجالات مختلفة. فكانت فعلا المرأة وضعت بصمتها في هذا المعرض، ونأمل من كل الليبيين زيارة هذا المعرض الذي يمتد من اليوم 8 إلى اليوم 10 من شهر مارس. يعني الخطوة التي تلي إقامة هذا المعرض في المستقبل، يعني في ماذا تفكرون؟ كبلدية طرابلس المركز علينا احتضان هذه المشاريع. لدينا مجموعة من النسوة، عندنا داتا كاملة، معلومات كاملة على هؤلاء، فنضعهم في برامج تنموية وخطط مستقبلية، كيف تنمية مهاراتهم والرفع من كفاءاتهم والتحسين المنتوج في المستقبل. نعم، عضو المجلس البلدي طرابلس المركز ورئيس لجنة تمكين المرأة ومنظمة هذا المعرض سيدة إنعام التركي، شكرا جزيلا لحضورك معنا في الاستوديو. العفو. يصادف 8 مارس من كل عام يوم المرأة العالمي، فمن أين جاءت فكرة هذا اليوم بالضبط؟ وما هي الدلالات التي تحملها؟ نتابع معا. هنأت وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية بحكومة الوفاق أسماء لسطى، هنأت النساء الليبيات باليوم العالمي للمرأة. وقالت لسطى في رسالة التهنئة: إن ما تمر به البلاد من توترات سياسية أدى بها إلى فراغ أمني شديد نتج عنه انتشار واسع للعنف والفوضى، فكان الضرر الأكبر فيه واقعا على المرأة الليبية.
أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر في بيان بمناسبة اليوم الدولي للمرأة تحت عنوان نحو المشاركة المتكافئة للمرأة في بناء مستقبل ليبيا أن النساء تلعب دورا محوريا في الحفاظ على تحرر عائلاتهن من الخوف، ولكنهن ما يزلن محرومات من حرية التعبير الحقيقية بحسب وصفه. وقال كوبلر إن النساء الليبيات قدمن مساعدات حيوية للأشخاص المتأثرين بالنزاعات المسلحة ولعبنا دورا أساسيا في ثورة 17 فبراير. أعرب السفير الأمريكي لدى ليبيا بيتر بودي في ذكرى اليوم العالمي للمرأة عن تقديره للدور الذي قامت به المرأة الليبية من أجل تنمية البلاد. وأعلن بودي أن السفارة ستعمل في إطار التأكيد على دور المرأة على التعريف ببعض النساء اللواتي يعتبرن قدوة لكل الليبيين، وذلك عن طريق نشر أشرطة مرئية عبر موقع السفارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بيانا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أكدت فيه أهمية المرأة ومكانتها، وقدمت فيه التحية للنساء الليبيات ودعت كل القوى الوطنية والديمقراطية إلى الوقوف ضد كل ما وصفه البيان بالدعوات الرجعية التي تعمل على العودة إلى ما دون المكاسب التي ناضلت نساء ليبيا من أجلها ودفعن حياتهن ثمنا لها وفق نص البيان. برعاية برنامج الأمم المتحدة الإغاثي وبالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني، وقع مكتب المشروعات عقدا مع شركة تينري للمقاولات لتنفيذ مشروع صيانة مركز أوباري لتدريب وتأهيل المرأة. تأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق الاستقرار في ليبيا تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. احتفال أساسي في بناء الدولة، وتحية لكل نساء. نحتفل اليوم بتوقيع عقد مركز أوباري لتدريب وتأهيل المرأة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وهذا يأتي هذا المشروع ضمن مشاريع تحقيق الاستقرار في ليبيا برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة الأربعاء مع رئيس جهاز الحرس الرئاسي نجم النكوع الخطوات التي اتخذها الأخير من أجل تأمين مؤسسات الدولة، وأكد السويحلي دعم المجلس للحرس الرئاسي في أداء مهامه والحد من انتشار السلاح. من جانبه شدد النكوع على استمرار العمل في مواجهة التحديات الأمنية في العاصمة طرابلس ودعم الجيش والشرطة الخاضعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. شهد مصرف الأمان الواقع في منطقة جورجي بطرابلس اشتباكات مسلحة الأربعاء على خلفية مقتل أحد المواطنين. وقال شاهد عيان لقناة ليبيا بانوراما إن أهالي المنطقة قاموا بالاحتجاج أمام المصرف حاملين أسلحة خفيفة، ما أدى إلى نشوب اشتباكات مع الجهة المكلفة بحماية المكان، تضرر على إثرها جزء من المصرف وأغلقت الطرق المؤدية إليه. انعقد الملتقى الأول لشباب ترهونة تحت شعار ترهونة الانطلاقة وليبيا الهدف بحضور عميد ووكيل بلدية ترهونة وعدد من أهالي المدينة. المزيد تتابعونه في سياق هذا التقرير. استشعارا من شباب مدينة ترهونة بالخطر المحدق الذي يهدد الوطن، فقد تنادى عدد من شباب المدينة للتنسيق لعقد ملتقى شباب المنطقة ضم ممثلين عن قبائل ترهونة 63 لتوحيد الصف والعمل على بناء الوطن تحت شعار ترهون الانطلاقة وليبيا الهدف. في ظل المحدثات والمعطيات اللي موجودة حاليا، لا بديل على القبيلة وعلى النهوض بالشباب. الشاعر قال أمل البلاد على رقي شبابها، إن كان حيا لا تخاف زواله. فاحنا بدينا في بدرة نتمنى أن تكون أو تعم هذه البدرة في ليبيا بالكامل، هي النهوض بالشباب.
الملتقى الذي عقد بمدرج كلية العلوم بجامعة الزيتونة حضره عدد من أعضاء مجلس مشايخ وحكماء قبائل ترهونة وعميد وأعضاء المجلس البلدي وجمع كبير من شباب المدينة. جيت لهذا الملتقى لأن لقيت فيه الملتقى هذا يدعم الشباب، يدعم الموارد البشرية خاصة في مدينة ترهونة. شفنا انتعاش كبير على المستوى الموارد البشرية داخل مدينة ترهونة، فشفت هذا الملتقى يدعم الشباب من ناحية تنموية، من ناحية تطوير الكوادر البشرية، وهذا اللي ينقص مدينة ترهونة من ناحية التطور. ملتقى شباب ترهونة نص في بيانه الختامي على حث الشباب على المشاركة والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة ودعم الجهات الأمنية والنئيب النفسي عن كل التجاذبات والتوجهات السياسية ونبذ العنف والغلو في الدين والتطرف، وتوجيه الشباب للعمل بإيجابية وتسخير قدراتهم للبناء والتطوير. لقناة ليبيا بانوراما، محمد شكير، ترهونة. النشرة متواصلة معكم مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل: جهاز الحرس البلدي ببلدية عنزارة يتلف كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية. ديوان المحاسبة يناقش المواضيع المشابهة لموازنة الأسعار، والتجربة الهندية دليل ومثال. هي ليبيا وهي اللي حبيت، وهي بلاد القلب مهما ريت. هي ليبيا كل الحبايب فيها، أهلي وجيراني وهي عمرو بن العاص ماذا قال؟ قال: أصلحوا ذات بينكم فإنكم إن فعلتم ذلك لا تخافون ولو أطبق عليكم الأخشبة. أنا ندعي لهم بالهدايا وإن شاء الله ربي يلمهم. وناشدكم بالله أن نتصالحوا، أن نتسامحوا، أن ننهوا بليبيا. ليبيا بتضيع من بين إيدينا، خوتي الليبيين ما يجبش تضيع ليبيا من بين إيدينا. الرئاسي يصدر تعليماته لحرس المنشآت النفطية بممارسة مهامه، والمكونات الاجتماعية تطالب بجعل الهلال النفطي منطقة منزوعة السلاح. أعضاء مجلس النواب الداعمون للاتفاق السياسي يهددون بتشكيل مجلس نواب جديد
ودراسة إمكانية انتخاب رئيس للبرلمان خلف العقيلة صالح. في يوم المرأة العالمي دعوات لإشراك النساء في وقف الصراعات وتحقيق السلام في ليبيا، والوطنية لحقوق الإنسان تحيي نضال النساء الليبيات. أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر عن صدمته من تقارير اطلع عليها، قال إنها بشأن إعدام العديد من المهاجرين الأفارقة في غابة تليل بمدينة صبراتة غرب العاصمة طرابلس. وكانت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا قالت إنها توضح العثور على 12 جثة مجهولة الهوية بمنتزه غابة صبراتة. تمكن أفراد مديرية أمن صبراتة من انتشال 11 جثة لمهاجرين غير قانونيين من جنسيات إفريقية وجدت على شاطئ البحر المطل على غابة تليل الثلاثاء، كما تم العثور على 4 جثث أخرى متحللة إحداها تعود لطفل مدفون في أماكن متفرقة. وأوضح المجلس البلدي بالمدينة أنه سيتم دفن الجثث عقب استكمال الإجراءات القانونية. بدأ قسم الجوازات والجنسية فرع البوانيس العمل بمنظومة استخراج جواز السفر الإلكتروني الثلاثاء. وأوضح رئيس القسم محمد صالح أن عملية التصوير تسير بشكل جيد، وأن المرحلة ستقتصر على من لديهم جوازات سابقة كونها مرحلة تجريبية، مشيرا إلى أن العمل بشكل رسمي بالمنظومة سيبدأ اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل. تمكن جهاز الحرس البلدي ببلدية عين زارة من إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية بالتعاون مع مكتب الإصحاح البيئي وسط غياب الجهات المسؤولة عن دعم هذا الجهاز، ليتمكن من تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين على أكمل وجه. بالتعاون مع مكتب الإصحاح البيئي ببلدية عين زارة، تمكن جهاز الحرس البلدي بالبلدية من إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية لعدم مطابقتها للمواصفات الصحية المطلوبة. مواد غذائية وأخرى غير صالحة للاستهلاك والاستخدام البشري تمت عملية التخلص منها بالطرق القانونية المتبعة من قبل جهاز الحرس البلدي بالرغم من قلة الإمكانيات التي يعاني منها الجهاز. عدم وجود الإمكانيات اللازمة نتخلصوا منها عن طريق السيارات الضاغطة التابعة لشركة خدمات العامة طرابلس بإتلافها ونقلها المكب العام للتخلص منها نهائيا، وذلك التحفظ لعدم استغلالها من أصحاب النفوس الضعيفة وإرجاع بيعها للمواطن. العمل الجماعي بين المواطن من جهة والمحال التجارية من جهة أخرى يساهم ولو بشكل بسيط من عمل جهاز الحرس البلدي والأجهزة المتعاونة معه. النصيحة لأصحاب المحال التجارية بأنهم ولو بشكل دوري يعني يتم التفتيش على المواد منتهية الصلاحية وإزالتها، أو بالتعاون حتى معنا، يعني في حالة ضبط أشياء يمكن يعزلها على جانب ويبلغنا احنا بدورنا نجو مع برفقتنا مفتش من الإصحاح البيئي ويتم ضبطها وإحالتها وإعدامها بالشكل المطلوب والشكل اللي هو التخلص منها بشكل ملائم. بالرغم من الدوريات المتواصلة التي يقوم بها جهاز الحرس البلدي على المطاعم والمقاهي والمحال التجارية داخل البلدية، إلا أنه يعاني من نقص في أبسط الإمكانيات، ما يتطلب من الجهات المسؤولة الوقوف عليها ليتمكن الجهاز من تقديم خدماته بالشكل الأمثل. ولأن مشاهدين مع الفقرة الاقتصادية مع زميل وئام التائب.
شكرا لك محمد. في جولتنا الاقتصادية لهذا اليوم، كلف وزير المالية المفوض في حكومة الوفاق الوطني محمد بن اسماعيل بمهام مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية الاثنين الماضي، على خلفية قرار ديوان المحاسبة إيقاف المدير السابق احتياطيا بسبب رفضه إعداد المرتبات وفق مندوبات الرقم الوطني. وأصدر وزير المالية كتابا أعلن فيه تكليف محمد بن إسماعيل رسميا بمهام مدير إدارة الميزانية لمقتضيات المصلحة العامة. طلب وزير الحكم المحلي المفوض بداد جناصو عمداء البلديات ورؤساء المجالس المحلية واللجان التسييرية بالإضافة إلى مديري المناطق طالبهم الثلاثاء بموافاة الوزارة بالحسابات الختامية والتسويات المصرفية للفترة الممتدة من عام 2014 وحتى 2016. وأوضح جناصو في خطابه أن الطلب يأتي في إطار وضع آلية لتوزيع مخصصات الطوارئ ضمن ضوابط الصرف وقرار المجلس الرئاسي لعام 2016 بشأن الترتيبات المالية. فتح فرع المصرف التجاري الوطني في مدينة طبرق الأربعاء أبوابه أمام زبائنه لأغراض السحب النقدي، وأعلن الفرع أعلن الفرع للمواطنين أن عمليات السحب التي بدأت الأربعاء وتستمر إلى الخميس ستمكنهم من سحب 300 دينار فقط وفقا للقيمة المحددة من إدارة الفرع، منوها عبر منشور له في صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك بأن الزبائن الذين سحبوا الأربعاء لا يحق لهم السحب غدا، وذلك لإتاحة الفرصة للجميع. أقام ديوان المحاسبة ورشة عمل ارتكزت على الكيفية التي بموجبها سيتم التعامل بالبطاقة الذكية بالنسبة للمواطنين في مجال الحياة اليومية، وجاءت بأمثلة من دول متقدمة في هذا المجال. الورشة حضرها المسؤولون عن صندوق موازنة الأسعار ومجموعة من ممثلي المجالس البلدية وأصحاب الاختصاص في الجانب الاقتصادي. تفاصيل المحاور التي نوقشت بالورشة في سياق التقرير التالي نتابع. التجارب المماثلة في الدول المتقدمة في استعمال البطاقة الذكية بمختلف المجالات في الحياة اليومية هو أهم محور في ورشة العمل التي احتضنها ديوان المحاسبة والقائمون على صندوق موازنة الأسعار ونخبة من أصحاب الاختصاص في القطاع البلدي وجهات الاقتصاد. في إطار متابعة ديوان المحاسبة لإجراءات تنفيذ القرار مجلس الرئاسي 495 لسنة 2016 مع الجهات الاختصاص صندوق موازنة الأسعار وزارة الاقتصاد والحكم المحلي، بين الحين والآخر تتم اجتماعات وحلقات نقاش وورش عمل، وتبنى الديوان هذه الورشة التي توضح تجارب دول سابقة. التجربة الهندية في استعمال البطاقة الذكية هي المحور التي ارتكزت عليه ورشة العمل كمثال يحتذى به في العملية التنظيمية التي تيسر على المواطن حرية اقتناء مستلزماته اليومية من سلع استهلاكية وما شابه ذلك. كان عرض جيد استعرضنا فيها كل العقبات اللي مرت بها التجربة الهندية، وهي تجربة رائدة جدا، والدرجة اللي وصلت بها أصبحت المنظومة منظومة متكاملة نستطيع أن نقول أنها بدون عيوب. طبعا تم مناقشة ومقارنتها بما نقوم العمل به الآن في الدولة الليبية. بالتأكيد سوف نستفيد من التجربة هذه لتلافي أخطاء مرت بها التجربة الهندية. أنت عارف الانقسام اللي حاصل هذا يخلنا بدون سلطة تشريعية. مخاطر قد تمنع البرنامج من تحقيق غاياته وطرح الأفكار والتصورات في استعمال البطاقة الذكية، وأبرزها الأوضاع الأمنية والمناخ السياسي وضبابية الرؤية وعدم الرغبة الجادة من الدولة في حل المشكلة. نحكي على شيء ربما يكلفك لو بتطور أنت عشرات الملايين. أمثلة ودلائل طرحها ديوان المحاسبة لدول متقدمة في موازنة الأسعار وآلية التعامل بالبطاقة الذكية كان الهدف من الورشة. وسام الزواغي لقناة ليبيا بانوراما طرابلس.
أعلنت لجنة الوقود والغاز بطرابلس عبر صفحتها على الفيسبوك إعادة فتح قناة توزيع الغاز من مستودع الهان النفطي الخميس، وتدرس اللجنة إمكانية فتح نقطة توزيع مستودع طرابلس طريق المطار واستمرار هذه النقاط حتى نهاية شهر رمضان المبارك. أكد مصدر بالفرع البلدي أبو جرين التابع لبلدية مصرات الأربعاء في تصريح صحفي وصول شحنة كبيرة من اسطوانات غاز الطهو إلى مركزين لتوزيع الغاز، وأن الشحنة تضم 750 اسطوانة، كما وصلت إلى المصرف التجاري الوطني في أبو جرين سيولة مالية تقدر بنصف مليون دينار، وكان سقف السحب 400 دينار للصك الواحد. وفي خبرنا الأخير، أعلن موظفو ونقابة مصلحة الطيران في بيان لهم إيقاف العمل حتى تتوفر الظروف الملائمة للعمل، مشددين على ضرورة توفير مقر آخر للمصلحة بديلا للمقر الحالي. وأكد البيان على أن المصلحة مؤسسة خدمية ليس لها أي توجه سياسي، ورفض الموظفون الفتن التي تقوم بعض الأطراف بزرعها والتي ستؤدي إلى انهيار المصلحة، مؤكدين على عدم القبول بإعفاء رئيس المصلحة الحالي محمد بيت المال من مهامه. بهذا وصلنا لنهاية فقرتنا الاقتصادية، والعودة للزميل محمد أبو ستة. شكرا وئام. تعد الحاجة فاطمة البريكي البالغة من العمر 107 أعوام أكبر المعمرين بالجفرة، وما تزال الحاجة فاطمة تحتفل بقدوم الربيع مع أبنائها وأحفادها البالغ عددهم 300. المزيد في سياق هذا التقرير. في هذه المزرعة الكائنة بضاحية القصير بمدينة هون اجتمعت عائلة الحاجة المعمرة فاطمة البريكي حولها ومعهم أحفادها وأبناء أحفادها. الحاجة فاطمة تعد من أكبر المعمرين في الجفرة وتبلغ من العمر قرنا وما يقارب العقد من السنين، فهي من مواليد 1909 ميلادية. الحاجة فاطمة محمد البريكي من مواليد 1909، بلغ من العمر حاليا 107 سنة، ثم ناكلة ابنتها عائشة حويل ميلود من مواليد 1932، بعد ذلك ننتقل نمشي للخال علي حويل ميلود من مواليد 1944. هذه الصور واللوحات تجسد بعضا من ذكريات سيرتها المفعمة بالعطاء. في احتفالية بسيطة بمناسبة قدوم الربيع تربعت فيها الحاجة فاطمة بين أبنائها وأحفادها 300. تخلل الاحتفالية بعض الألعاب الشعبية وتغنى الصغار بأغاني استقبال الربيع لجانب معرض المأكولات والحلويات التي تشتهر بها مدينة هون في استقبال هذا الموسم. تغنى أحد أحفادها بقصائد شعرية كانت ترددها لهم الحاجة فاطمة قديما. عندنا خرافة ديما تحكي فيها لنا الحاجة فاطمة، تقولنا طقطق يا براد عطية طاسة ليك وطاسة ليا، طقطق يا براد الشاهي نديرو الغالي ملاهي طربانة والخاطر زاهي. شكرا. حيوية وطيبة الحاجة فاطمة هي ما فتحت لها آمال كبيرة في حب الحياة، رغم شيخوخة جسدها فالجسم لا يشيخ، إن الروح إن تعبت تشيخ سريعا. صدر عبد الله لقناة ليبيا بانوراما من مدينة هون القصير. لم يبقى مشاهدينا من هذه النشرة إلا التذكير بأبرز عناوينها. الرئاسي يصدر تعليماته لحرس المنشآت النفطية بممارسة مهامه، والمكونات الاجتماعية تطالب بجعل الهلال النفطي منطقة منزوعة السلاح. أعضاء مجلس النواب الداعمون للاتفاق السياسي يهددون بتشكيل مجلس نواب جديد ودراسة إمكانية انتخاب رئيس للبرلمان خلفا لعقيل صالح.
في يوم المرأة العالمي دعوات لإشراك النساء في وقف الصراعات وتحقيق السلام في ليبيا والوطنية لحقوق الإنسان تحيي نضال النساء الليبيات. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.